بغيت كذلك أنني نتكلم على البرنامج التعجيلي اللي تم وضعه بخصوص الأحواض المائية ديال الملوية وديال أم الربيع وديال تنسفت. قبل ما إن شاء الله بعد ما ننتهي بالكلمة غنطلب من المدراء يوضعونا في الصورة ديال الوضع اللي احنا فيه وما يمكن القيام به كذلك في هذه الفترة، لأن أولا دار واحد المجهود خاص، إذن بغينا نعرفوا هذا المجهود أين وصل، واش يطبق على أرض الواقع، واش كاين صعوبات ديال التنفيذ، واش الإمدادات المالية كاينة إلى آخره. بغينا نعرفوا الوضعية الحقيقية لانطلاقا بحكم أننا عندنا اجتماع، أنا اعتبرته أن هذه اغتنمت في الواقع هذه الفرصة باش نجتمع معكم ونسمع منكم ونعرف الوضعية اللي احنا فيها. ثانيا كذلك هاد البرامج الاستعجالية أو اللي تتاخذها لجنات اليقظة باش يكون التتبع ديالها ونعرفوا أين وصلت وكيفاش. والحمد لله اللي دار دابا مثلا بالنسبة لتنسيفت اللي فتحت المجال باش دار الفحوصات لوديت اللي ما كانش تيتقبل أنه يدار، وهذا شيء مهم خصنا نديروه كذلك في المناطق الأخرى بالنسبة للوكالات المعنية بالنسبة للفحص مجال المائي، لأن كاين عدة مشاكل اللي هي مطروحة وحنا عارفين بأن كاين ضياع كبير. إذن هاد لوديت خصها دار باش يمكننا ننقدو ونقلصو من هاد الضياع. ومن جهة أخرى بغيت كذلك نأكد أنه تخص يكون واحد مجهود خاص كذلك في التواصل باش نبقاو نعرفوا بالضبط شنو تيوقع والتطورات، لأن الوزارة معلوم فهي عندها معلوم الإشراف على هذا القطاع، وهذا تطلب أننا من ضروري تكون عندنا كل المعطيات في وقتها باش يمكننا نتفاعلوا مع التطورات.